قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. حذر خبراء وفعاليات شعبية وسياسية أردنية من ارتباط بقاء الوجود العسكري الأمريكي في الأراضي الأردنية بمخططات ومشاريع تآمرية في المنطقة، معبرين عن رفضهم وتوجسهم من الإعلان عن بقاء مئات الجنود الأمريكيين إثر انتهاء ما سميت مناورات الأسد المتأهب التي قادتها الولايات المتحدة بمشاركة قوات من عدد من الدول. نائب رئيس مجلس النواب الأردني خليل العطية شدد على رفض الشعب والنواب في الأردن للبقاء العسكري الأمريكي على الأرض، وقال في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: نحن كنواب وكشعب لا نعتقد أن هناك أي تهديدات من سوريا، ونرفض وجود قوات أجنبية سواء كانت أمريكية أم غيرها على أراضي المملكة الأردنية. عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية قال إنه يرفض ولا يرتاح للحضور الأمريكي على أرض بلاده بسبب ارتباط هذه القوة بمشاريع ومؤامرات تتصل بدول جوار وتنعكس بعواقب على الأردن نفسه. الرنتاوي أكد أن الأردنيين لا يرحبون بوجود عسكري أمريكي على الأرض الأردنية حتى وإن كان المبرر هو حماية أمن الأردن واستقراره، مشدداً على أن الخطر الأكبر للأردن من الشمال هو تهديد إرهابي من جماعات أصولية مثل القاعدة وجبهة النصرة وغيرها. كما أكد الكاتب والمحلل السياسي الأردني لبيب قمحاوي أن الأردنيين لا يريدون وجوداً أمريكياً على أراضي بلادهم. الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية محمد أبو رمان جدد موقف الأردن الشعبي الرافض للوجود الأمريكي، ووصف الموقف الرسمي بالمعقد والمركب لأنه مرتبط بمصالحه وأمنه أولاً، وثانياً بحلفائه الغربيين والإقليميين، وليس بالضرورة أن تتوافق قراءته مع قراءة الحلفاء. أبو رمان اعتبر أن الأردن مضطر في وقت معين للتجاوب مع الأجندة الدولية والإقليمية تجاه سوريا لعدم قدرته على الوقوف أمام الضغوط، وكشف عن أن الأردن حاول استغلال هذه الفرصة من الضغوط الأمريكية والغربية للحصول على صواريخ باتريوت المتقدمة لتعزيز منظومته الدفاعية وقدرات قواته المسلحة. وقد أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى استعداد واشنطن لاستخدام الأسلحة التي خلفتها في الأردن بعد المناورات لدعم منطقة حظر جوي فوق سوريا انطلاقا من الأردن، فيما نفى البيت الأبيض ذلك معتبرا أنه أمر صعب وخطر ومكلف وغير مناسب. جوردن بيري كبير المحللين في مجموعة مابل كروفت قال إن واشنطن أرادت إخطار عمان بمواصلة التزامها بتعزيز أمن حدود الأردن من أي تهديد خارجي، ورغم ورود عدة تقارير تفيد بتحويل شمال الأردن إلى معسكر يدرب فيه الجهاديون تمهيداً لإجرامهم في سوريا، نفى رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور هذه التقارير، وقال إنه لا يجري تدريب لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA والقوات الخاصة الأمريكية لمقاتلين من المعارضة السورية فوق الأراضي الأردنية. وكانت الولايات المتحدة أبقت في الأراضي الأردنية كتيبة قتالية مؤلفة من 700 جندي ومجموعة من مقاتلات F-16 وصواريخ باتريوت مع انتهاء مناورات الأسد المتأهب العسكرية في 20 من شهر حزيران. وصرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن عززت وجود جنودها في الأردن ليصل عددهم إلى 1000 جندي. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون. We'll be right back.